ردها علي إن استطعت. الرسالة هو فيلم دراما ملحمي إسلامي صدر عام 1976 من إخراج وإنتاج مصطفى العقاد، ويؤرخ الفيلم لحياة وزمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شاهدوا كيف أصبح أبطال فيلم الرسالة اليوم بعد مرور أكثر من 48 سنة. إخواني في الله، أحتاج إلى 10 ثواني من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله لنبدأ الفيديو. عبد الله غيث في دور حمزة بن عبد المطلب. عرف عنه أنه أفضل من قدم المسرح الشعري، فقد رشحه عميد المسرح يوسف وهبي ليخلفه على خشبة المسرح، وبكت عليه جيهان السادات عندما مات في الوزير العاشق. رفض التنازلات الفنية ليظل أحد أبرز نجوم المسرح العربي طوال 50 عاماً. توفي عبد الله غيث أثناء تصوير مسلسل ذئاب الجبل في 13 مارس عام 1993 عن عمر يناهز 63 عاماً على إثر أزمة قلبية مفاجئة. منى واصف في دور هند بنت عتبة، ممثلة سورية بدأت مسيرتها الفنية من عارضة أزياء ثم دخلت مجال التمثيل، قدمت 10 الأعمال المسرحية والسينمائية إضافة إلى أكثر من 170 عملاً تلفزيونياً، وحققت شهرة واسعة في سوريا والوطن العربي، تقلدت العديد من المناصب وحصلت على جوائز عدة. عمرها اليوم 82 سنة. أحمد مرعي في دور زيد بن حارثة برع بالأعمال التاريخية، لعل أبرزها فيلم المومياء والرسالة، حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للسينما قسم التمثيل، واستمر بعد تخرجه معيداً في المعهد بالإضافة إلى عمله في مسرح الجيب. توفي سنة 1995 عن عمر ناهر 53 سنة. محمد العربي في دور عمار بن ياسر، وقدم خلال مشواره الفني العديد من الأدوار أبرزها فيلم الرسالة. اعتزل الفن، عمره اليوم 77 سنة. علي أحمد سالم في دور بلال بن رباح، عمل مذيعاً في الإذاعة المسموعة ثم قارئاً للأخبار بالتلفزيون الليبي، كما شارك في عدد من الأعمال. عمره اليوم 79 سنة. محمود سعيد في دور خالد بن الوليد، صاحب الحنجرة الرخيمة التي جعلته إلى جانب موهبته نجماً من دون منازع في 10 المسلسلات التلفزيونية والإذاعية الدرامية والبدوية التي سجل له إطلاق مجدها. توفي سنة 2014 عن عمر الناهز 73 سنة. حسن الجندي في دور أبو جهل، هو مؤلف إذاعي ومسرحي وتلفزي ومخرج وممثل مغربي، وأحد أهم أعمدة المسرح المغربي ورواد الحركة الفنية والثقافية في المغرب. توفي سنة 2017. حمدي غيث في دور أبو سفيان، عمل أستاذاً في أكاديمية الفنون وتولى منصب نقيب الممثلين لأكثر من دورة، كما عمل أيضاً بالإخراج المسرحي حيث أخرج عدداً من المسرحيات منها مأساة جميلة وأرض النفاق. توفي سنة 2006 عن همر ناهز 82 سنة. سناء جميل في دور سمية، عملت في الفرقة القومية واشتهرت بأدائها الجيد باللغة الفصحى واللغة الفرنسية، وكان الفن سبباً في القطيعة التي وقعت بينها وبين عائلتها في الصعيد، ولكنها تحملت البعد عنهم في سبيل الفن الذي عشقته وطغى على وجدانها. توفيت سنة 2002.